بنكمل الدرس النعت 2. أولا سأعطيكم مسابقة عن طريق برنامج النيربود لأنواع النعت من حيث المعنى الدرس السابق، كتمهيد لأنواع النعت من حيث المعنى. هذا رمز، ادخلوا الرمز BLA5U BLA5U. الرمز يظهر هنا في يسار الشاشة، في يسار الشاشة في الأعلى. الرمز BLA5U. ادخلوا للمسابقة للإجابة على أسئلة بسيطة فقط لمعرفة أنواع النعت من حيث المعنى، وهو الذي أخذناه في الحصة السابقة لاسترجاع المعلومات، لأننا سنستخدمه اليوم في درسنا اليوم. BLA5U. أسرعوا في الدخول. بدأوا بالدخول لكن لا يظهر على الشاشة. قوموا باختيار بعد الدخول إلى يعني إدخال الرمز، قوموا باختيار شخصية وكتابة الاسم. بدأوا بالدخول الآن. طيب بدأوا الآن بالدخول. أستاذ ناصر لو سمحت، أستاذ ناصر لو سمحت. طيب سنبدأ عندما يكتمل العدد 20 حتى نبدأ درسنا اليوم. 17 و18، هيا بسرعة سنبدأ الآن، وعذرا للذين لم يسعفهم الدخول. نبدأ الآن. قوموا بالإجابة على الأسئلة. النعت نوعان من حيث المعنى وهما، طبعا يوجد لديكم هناك إجابات، اختاروا الإجابة الصحيحة. النعت نوعان من حيث المعنى، سابقا أخذنا من حيث المعنى فقط. اليوم سنأخذ من حيث اللفظ، لكن سابقا أخذنا من حيث المعنى. السؤال الثاني، النعت في الجملة الآتية نوعه من حيث المعنى أيضا، جاء رجل مجتهد ابنه، جاء رجل مجتهد ابنه. ما نوع النعت في هذه الجملة؟ ما نوع النعت؟ طبعا على حسب أنواع النعت من حيث المعنى كما قلت لكم. أسرعوا في الإجابة. انتهى الوقت، نأتي للسؤال الثالث. النعت في الجملة الآتية نوعه من حيث المعنى أيضا، أنتن تلميذات ناجحات. ما نوع النعت في هذه الجملة من حيث المعنى؟ ما نوع النعت؟ هيا أجيبوا من خلال الإجابات. سينتهي الوقت قريبا وسيبقى السؤال الأخير. الآن السؤال الأخير. يعرب النعت، النعت دائما كيف نعربه في الجملة؟ يعني يعتمد إعرابه على ماذا؟ إعراب النعت أخذناه في الحصة السابقة ووضحنا إعراب النعت. سينتهي الوقت قريبا. طيب طبعا لم يختاروا أسماء، أم لا تظهر أسماء؟ أيوة شهد أحمد فاروق هي المركز الأول، المركز الثاني حمد أو حميد، المركز الثالث زينب. طيب شكرا لكم
مشاركتكم في مسابقة اليوم. نأتي الآن لأنواع النعت من حيث المعنى. لدينا نوعان وهي اعتمد عليها المسابقة، وهما نعت الحقيقي والنعت السببي. نعت حقيقي ونعت سببي، ووضحنا الفرق بينهما. نأتي لأنواع النعت. درسنا اليوم نعت اثنان. أنواع النعت من حيث لفظه، يعني من حيث اللفظ الآن. من حيث اللفظ النعت له ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو نعت مفرد، النعت الثاني نعت جملة، النوع الثالث نعت شبه جملة. طيب، إذا مفرد، جملة، وشبه جملة. سنأتي لتفصيل كل نوع على حدة. نأتي نعت المفرد. ماذا نقصد عندما نقول نعت مفرد؟ لا نقصد به سواء كان يعني مفرد واحد أو مثلا اثنان أو جمع، لا. هنا في النعت المفرد لا نقصد به العدد، نقصد به ما ليس جملة ولا شبه جملة، يعني فيما في المختصر يعني يكون كلمة واحدة. إذن يكون كلمة واحدة لا يختص بالعدد، يعني سواء شوفوا هنا أنا كاتبة عندكم، يقصد ما ليس جملة ولا شبه جملة. فإن كان مفرد أو مثنى أو جمع مذكر أو جمع مؤنث سيكون نوعه مفرد. إذن سيكون نوعه مفرد من حيث أنواع النعت من حيث اللفظ، لكن من حيث العدد سيكون مفرد أو مثنى أو جمع. يعني نقصد به هنا أنواع النعت من حيث اللفظ، نعت المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. مباشرة عندما تأتون وتستخرجون النعت، إذا كان ليس جملة ولا شبه جملة سيكون نعت مفرد. طيب، نأتي لنعت الجملة. نحن أخذنا في اللغة العربية نعت الجملة أصلا في اللغة العربية نوعان، وهما جملة اسمية وجملة فعلية. لماذا قلت لكم هنا النعت المفرد كلمة واحدة؟ لأن النعت الجملة وشبه جملة يتكونان من عدة كلمات. يعني مثلا جملة اسمية، ما هي أركان الجملة الاسمية؟ أركان الجملة الاسمية هي المبتدأ والخبر. إذا ركناء الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، يعني كلمتان، لذلك غير عن نعت المفرد. الجملة الفعلية كذلك، عندنا فعل ويجب وجود فاعل وأحيانا يأتي مفعول به. إذن هذه أركان الجملة الفعلية. إذن قد يأتي النعت جملة اسمية وقد يأتي النعت جملة فعلية. طيب، شبه جملة أيضا لديها نوعان. شبه جملة جار ومجرور، يعني مثلا فيها حرف جر، مثلا فيه، وثم هناك اسم مجرور في الحديقة مثلا، يعني لازم حرف جر واسم مجرور. إذن أيضا كلمتان، لكن هنا النعت المفرد كلمة واحدة. سيتضح لديكم الأنواع في خلال الأمثلة الآتية. أيضا شبه جملة ظرفية. ما معنى شبه جملة ظرفية؟ الظرفية نقصد به أظرف، يعني مثلا ظرف زمان، ظرف مكان، ما دل على زمان أو مكان يسمى ظرف. طيب، عرفتم هنا؟ إذا نعت مفرد، نعت جملة، نعت شبه جملة. المهم أن نعت المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، قد يأتي مثنى، قد يأتي جمع. نأتي هنا الآن أمثلة توضيحية على النعت بأنواعه الثلاثة. أولا نعت مفرد، طبعا اليوم نعت من حيث اللفظ. نعت مفرد، نأتي لأنواع أمثلة. قلت لكم قد يأتي مفرد من حيث العدد، قد يأتي مثنى، وقد يأتي جمع. نأتي للنعت مفرد أولا. مثلا هذا قلم جميل. أين النعت هنا؟ نعم ممتازة يا ميرا. إذا النعت هنا جميل، إذا هذا نعت. طيب، كلمة واحدة، إذا نعت مفرد. مثال آخر، هذان قلمان جميلان. أين النعت؟ وصفنا القلمان بأنهما جميلان، إذا هنا هذا نعت. ما نوع النعت؟ مفرد. طيب أستاذة، جميلان مثنى؟ أيوة، قلت لكم أن النعت المفرد سواء أكان مفرد من حيث العدد أو مثنى عدده اثنان أو جمع مذكر أو جمع مؤنث، سيكون هنا درسنا اليوم من حيث النعت سيكون نعت مفرد، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، كلمة واحدة. شوف هنا، جميل كلمة واحدة، جميلان كلمة واحدة، ليست جملة اسمية أركان. طيب، سنرى الآن أمثلة على الجمع. أنتن تلميذات ناجحات. نأتي هنا، إذا النعت هنا ناجحات، نعت جمع مؤنث سالم. عند الإعراب سنستخدم هذا النوع، مثلا لأنه جمع مؤنث سالم، أو مثلا مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، هكذا. لكن إذا جاء في الاختبار ما نوع النعت من حيث اللفظ في جملة هذان قلمان جميلان، تكتبون نعت مفرد. لماذا؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. نكمل، جاء المعلمون المجتهدون. إذن هنا النعت في المجتهدون نعت. طبعا لاحظتم من حيث المعنى هذا كلهم نعت حقيقي، كلهم نعت حقيقي.
في هذه الأمثلة اللي جبتها. هذه فتاة جميل وجهها، ركزوا هنا معي، هذه فتاة جميل وجهها، هذا كل الأمثلة من هنا إلى هذا، هذا نعت حقيقي. إذن هذه الأمثلة الأربعة الأولى نعت حقيقي، إذن النعت الحقيقي يكون نعت مفرد. نعت الحقيقي يكون نعت مفرد. نأتي هنا، هذه فتاة جميل وجهها، إذن هنا ليست الفتاة بأكملها جميلة، هنا الجميل هو وجهها فقط، في الفتاة وجهها هو الجميل، إذن هنا هذا نعت سببي. طيب هذا نعت سببي من حيث المعنى. طيب من حيث اللفظ ما نوعه؟ نوعه مفرد. ليش أستاذة؟ نأتي، وين النعت؟ نعت سببي، أين النعت؟ كلمة اللي فيها نعت هنا جميل، إذن جميل هي النعت. طيب الحين ابتعدوا عن نعت سببي، الحين جميل هي النعت. نأتي لجميل، هل هي جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة؟ لا أستاذة. طيب إذن هي نعت مفرد، إذن النعت الحقيقي والنعت السببي يكون مفرد، لأنه يأتي مفرد لا يأتي جملة أو شبه جملة. فهاتوا هذه النقطة. نأتي الآن لنعت الجملة. طبعا جمل قلت جملة اسمية وجملة فعلية. نأتي لمثال على النعت الجملة الاسمية، مضى يوم حره شديد. طيب إذا مضى فعل للتقسيم، يعني يوم فاعل. انزين أين النعت؟ النعت هذا، النعت حره شديد. ما نوع النعت هنا؟ ممتازة يا ريماس، ممتازة. إذا هنا النعت جملة اسمية. لماذا النعت هنا جملة اسمية؟ لأن هنا عندما جئنا نصفه لم نقل مضى يوم شديد، قلنا مضى يوم حره شديد. طيب لو حذفنا شديد، لو مثلا حذفنا شديد، طيب لو حذفنا شديد، إذا حذفنا شديد سيكون جملة مضى يوم حره، إذن لا يوجد نعت في الجملة أصلا. إذن هذه الجملة متكاملة، تتكون من مبتدأ وتتكون من خبر، جملة منفصلة، يعني كأنها جملة جديدة. إذن هي جملة جديدة نعربها، ثم نقول هذه الجملة الإسمية هي نعت لي من ليوم. إذن ما صفة النعت، أو ما قصدي ما صفة اليوم؟ اليوم صفته بأن حره شديد. طيب نأتي لنعت جملة فعلية. لحظات أمسح اللي هنا. نعت الجملة الفعلية. نعت الجملة الفعلية مثال عندكم، هذا عمل ينفع. أين النعت؟ النعت هنا ينفع. ما نوع النعت؟ جملة فعلية. كيف عرفنا؟ لأنه فعل مضارع. طيب لا يوجد فعل لا يوجد فاعل، من الذي قام بهذا الفعل ينفع؟ يوجد فاعل. إذا الفاعل ليس موجودا اسما ظاهرا في الجملة، أو ضميرا طبعا في الجملة، يعني ليس موجودا في الجملة، سنقول عليه الضمير فاعل مستتر، نكتبه فاعل، الفاعل قصدي ضمير مستتر تقديره، ونقدر الضمير على حسب نوع الفعل. يعني مثلا ينفع، نقول ينفع هو، وين اكتبه هني، هو ولا هي ولا هما وغيره من الضمائر. طبعا هنا ينفع هو، اذا تقديره هو، اذا هذا النعت الجمله، نعت الجمله. طيب في النعت الجمله الاسميه والنعت الجمله الفعليه يجب وجود ضمير، يجب ان يتضمن ضميرا. لماذا؟ لأن هذا الضمير سيعود على المنعوت، إذن هذا الضمير سيعود على المنعوت قبله، وأيضا يطابقه في النوع والعدد. يعني مثلا إذا جينا استخرجنا الضمير هنا، مضى يوم حر شديد، أين الضمير؟ الضمير هذا، الضمير في حره، هذا الضمير حره. إذن هنا هذا الضمير حر من حر يوم، إذن الضمير ارتبط بيوم، يعود على يوم. إذن هذا الضمير يجب وجود ضمير، يجب وجود ضمير. طيب هذا الضمير الآن يناسبه في النوع، يعني التذكير والتأنيث، وفي العدد. لم نقل مضى يوم حرهما، ما يستوي، لأن يوم مفرد، فنأتي بحره ضمير يعني مفرد، وإذا كان المنعوت جمع سيأتي هناك جمع. إذن هنا وينفع، أين الضمير؟ هو الفاعل الضمير المستتر هو الذي يعتبر ضمير، لأنه ينفع هو. من الذي ينفع هو؟ من هو هذا العمل؟ طيب نكمل. إذن هنا يجب وجود ضمير، هذا الشرط مهم جدا عندما تأتون بجملة فيها نعت جملة أو نعت جملة فعلية. النعت شبه جملة جار ومجرور، مثل سكنت بيتا في حديقة. أين النعت؟ هذا النعت في حديقة. طيب شبه جملة، طبعا جار مجرور حرف جر من حروف الجر، واللي بعده يكون اسم مجرور. شبه جملة ظرفية،
مثلا رأيت عصفورا فوق الشجرة. فوق دل على ظرف مكان، أحيانا يدل على ظرف مكان، أحيانا زمان، مثلا فوق، خلف، أمام، تحت كذا. فهاي كلها أظرف، إذا هذا الظرف وهذا سنأتي في إعرابه فيما بعد. هذه المهم، هذا هو النعت بأكمله، فوق الشجرة. نأتي لشرط آخر. هنا الشرط هذا الضمير فقط في نعت الجملة، لكن شبه جملة لا يشترط وجود ضمير، لكن في نعت شبه جملة يشترط، يجب أن يكون منعوته نكرة. في أي أنواع؟ في نعت الجملة ونعت شبه جملة. طيب نرجع نعت الجملة. نعت الجملة هو هذا يوم منعوته نكرة، إذا صح. نأتي لعمل منعوته نكرة، صح. إذا نأتي هنا بيتا منعوته نكرة، صح. عصفورا منعوته نكرة. إذا أول شرط في نعت الجملة أن يتضمن ضميرا يعود على المنعوت يناسبه في النوع والعدد. ثاني أمر في نعت الجملة وشبه الجملة أن يكون منعوته نكرة فلا يكون معرفة. وإن كان معرفة عند تحويل النعت من مفرد إلى جملة، إذا كان المعرفة مثلا هو معرفة مثل هنا المعلمون، سوف نحذف الألف واللام. نأتي لإعراب النعت. طيب كيف نعرب النعت؟ نعت مفرد ونعت جملة ونعت شبه جملة. النعت المفرد نعربه الإعراب العادي الذي قلنا سابقا، سيعرب حسب المنعوت قبله. فنقول نعت مرفوعا وعلامة رفعه كذا، ونعت منصوب وعلامة نصبه، نعت مجرور وعلامة جره. إعراب جدا سهل وإعراب جدا مباشر. إذا في نعت المفرد يعرب النعت إعرابا عاديا لكن حسب ما قبله. فإذا كان منعوت قبله مرفوع سيكون هو مرفوع، وما قبله منصوب سيكون هو منصوب. نأتي لنعت الجملة. نعت الجملة طبعا أولا بما أنها جملة اسمية أو جملة فعلية نعربها إعراب تفصيلي. يعني مثلا جملة اسمية، الجملة الاسمية بتكون مبتدأ مثلا نقول مرفوع علامة رفعه، خبر مرفوع علامة رفعه، زين. ثم نقول الجملة الاسمية في محل، عد هذا في محل رفع أو نصب أو جر يعتمد على الكلمة التي قبلها. مثل عندكم كان مثال مضى يوم حره شديد. طيب الحين الجملة الاسمية في محل رفع، لماذا في محل رفع؟ لأن يوم هنا فاعل، بتكون فاعل مرفوع. طيب فاعل مرفوع إذا هاي بتاخذ إعرابه، لكن لا نقول نعت مرفوع، لا، لأنه جملة، والجملة وشبه الجملة لا يعرب هكذا. في الجملة وشبه الجملة في كل دروس اللغة العربية، الجملة وشبه الجملة نعربه إعراب تفصيلي ثم نعربه الإعراب الكامل. فنعرب أولا مبتدأ ثم خبر ثم والجملة الاسمية في محل رفع نعت كذا. الجملة الفعلية أيضا هكذا، فعل فاعل مفعول به، والجملة الفعلية في محل مثلا رفع نعت. نأتي لشبه الجملة وأيضا كذلك، نعرب الحرف الجر مستقل ثم نعرب اسم المجرور ثم نقول شبه الجملة جار ومجرور في محل مثلا رفع نعت. طبعا هذا كل الحين قاعدة أنا بديت بها، ثم سنوضح هذه القاعدة في الأمثلة الآتية. نأتي للأمثلة. بدأت عملا نافعا، أبصرت رجلين مهذبين، مثنى، مضى يوم حر شديد. نأتي استخراج المنعوت النعت، نوع النعت من حيث اللفظ، هنا من حيث اللفظ، ووضح على هذه النقطة من حيث اللفظ ليس حقيقي وسببي، مفرد جملة شبه جملة. ثم سنعرب النعت. المنعوت هنا بدأت عملا نافعا، عملا هو المنعوت، نافعا هي النعت، نوعه مفرد. لماذا مفرد؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، إذن كلمة واحدة، إذن ليس جملة ولا شبه جملة. كيف نعربه؟ الإعراب العادي جدا سهل، نعت طبعا منصوب وعلامة نصبه. لماذا منصوب؟ لأن ما قبله منصوب لأنه مفعول به، إذن نعت منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. المثال الثاني، المنعوت رجلين، النعت مهذبين، ما إعرابه؟ هل هنا إعرابه مثنى أو مفرد؟ إعرابه قصدي ما نوعه، عفوا، ما نوع النعت هنا؟ مفرد أو مثنى؟ نوعه مفرد. لماذا مفرد أستاذة؟ لأن قلت لكم المفرد قد يأتي مفرد وقد يأتي مثنى وقد يأتي جمع، لكن نحن لما نقول نوعه مفرد قصدنا كلمة واحدة لا جملة ولا شبه جملة. إذن قصدنا في المفرد هو ليس جملة ولا شبه جملة. إذن هنا نوعه نعت، قصدي نوعه نعت مفرد، أيوة. نأتي لإعراب النعت، نعربه إعرابا عاديا، نعت منصوب وعلامة نصبه الياء. هنا عاد نستخدم نوعه وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى،
طيب نكمل. مضى يوم حره شديد، المنعوت يوم. النعت، لاحظوا هنا عند استخراج النعت لا نقول حره فقط خطأ، نقول حره شديد بأكمله، هذه الجملة بأكملها نعت. طيب ما نوعه؟ شوفوا، هل بدأت بفعل أم بدأت باسم؟ إذا بدأت بفعل جملة فعلية، إذا بدأت باسم جملة اسمية. بدأت باسم أستاذة، طيب إذن هي جملة اسمية. كيف نعربها؟ نعربه الجملة الاسمية أولا كمبتدأ وخبر، ثم الجملة الاسمية الإعراب الكامل. إذا أولا نعرب الإعراب التفصيلي، نعرب حر. حر وحدها بدون الهاء، حر مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة وهو مضاف. لماذا؟ لأن نشوف دائما الضمير إذا اتصل، طبعا هو أصل الكلمة حر، هذه أصل الكلمة الحر، لكن هذا الضمير اتصل به بسبب وجود هذا الشرط، أن الجملة الاسمية والجملة الفعلية يشترط وجود ضمير يعود على المنعوت. حر ماذا؟ حر يوم. طيب نأتي لإعرابها، دائما الضمائر إذا اتصلت باسم تعرب في محل جر مضاف إليه، هذه ملاحظة دائما حطوها في بالكم. دائما الضمير إذا اتصل به، إذا اتصل باسم فسيعرب في محل جر مضاف إليه، لكن إذا اتصل بفعل يعرب إعرابين، سيكون إما فاعل أو مفعول به. طيب هنا إذا أعربناها ضمير متصل مبني على الضم، لأننا نقول حره ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. خلصنا من المبتدأ. شديد ما إعرابه؟ شديد خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. إذا نقول بالأخير والجملة الإسمية في محل رفع نعت. لماذا نعت؟ لأن لماذا نعت؟ لأن ما قبلها هنا يوم جاءت مرفوعة، إذا لذلك هنا قلنا في محل رفع نعت. نكمل الأمثلة. نظرت إلى سفينة تغرق، نظرت إلى سفينة تغرق. نأتي للمنعوت وهو سفينة، النعت تغرق، النعت بأكمله تغرق. طيب هل تغرق كلمة واحدة؟ الحين سيقول طلب بعض الطلبة أنها كلمة واحدة، لا هنا ليس مفرد وليست هي كلمة واحدة، لأن لكل فعل فاعل، هذه قاعدة نحوية، لكل فعل فاعل، فيجب أن يكون هنا فاعل، مثلا تغرق هي أو تغرق السفينة، إذن يجب وجود هنا فاعل لكنه محذوف ضمير مستتر، إذن هذه جملة فعلية وليست مفرد، جملة فعلية. نأتي للإعراب، عند إعراب الجملة الفعلية نعرب إعراب تفصيلي كفعل وفاعل، وإذا كان موجود مفعول به، ثم نقول الجملة الفعلية. نأتي للإعراب، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بشيء. الفعل المضارع فعل معرب، إذا لم يسبقه أداة من أدوات النصب أو الجزم سيعرب مرفوع. الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على من؟ على سفينة، هو هذا الضمير اللي من ضمن الشروط. ثم نقول والجملة الفعلية في محل جر نعت. لماذا قلنا هنا جر وسابقا قلنا في محل رفع؟ نعم، لأنه هنا سيأتي رفع أو نصب أو جر حسب إعراب من؟ المنعوت، والمنعوت سفينة هنا قبله حرف جر، ستكون هي اسم مجرور، إذن ستكون هي اسم مجرور، لذلك أعربناها جملة الفعلية في محل جر نعت. هذه فراشة على الحائط، فراش المنعوت، النعت على الحائط، ركزوا، قلنا النعت كامل على الحائط، يعني ما صفت هذه الفراشة، ما صفتها، صفتها بأنها على الحائط، إذن هذه هي صفتها كاملها أنها على الحائط. طيب نوعه شبه جملة جار ومجرور، لأن حتى شبه جملة نوعين، جار ومجرور وظرفية، شبه جملة جار ومجرور. نأتي لإعراب النعت، إعراب النعت نعرب حرف الجر ثم اسم مجرور ثم شبه الجملة. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الحروف دائما ليس لها محل من إعراب، ولكن نقول حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، يعني هذا يكون إعراب الأحرف. الحائط اسم مجرور علامة جره الكسرة. شبه الجملة الجار والمجرور في محل رفع نعت. لماذا هنا غيرنا الآن في محل رفع؟ أكيد حسب ما قبلها وهو المنعوت فراشة، حسب المنعوت فراشة هنا مرفوعة، لذلك قلنا في محل رفع نعت. رأيت جنديا خلف المدفع، المنعوت جنديا، النعت خلف المدفع، إذا النعت بأكمله خلف المدفع. نأتي الآن لنوعه وهو شبه جملة ظرفية. لماذا ظرفية خلف؟ قلت لكم هذه الأظرف، ظرف زمان، ظرف مكان، فوق، تحت، خلف، أمام، شمال، جنوب، هذه كلها أظرف.
طبعا سيكون ما بعدها مضاف إليه، دائما بعد الأظرف مضاف إليه. إذن سنعربها ظرف مكان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه. طبعا هذا المفعول فيه من قائمة المفاعيل المنصوبة، مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، المدفع مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. طيب انتهينا من إعرابه؟ لا، لم ننتهي الآن. نقول بالأخير شبه الجملة الظرفية في محل نصب نعت. طيب لماذا في محل نصب نعت؟ نرجع للجملة، يعني نركز على إعراب المنعوت، لأن إعراب النعت يعتمد على إعراب المنعوت. جنديا هنا منصوبة، لماذا؟ لأن رأيت فعل. من الذي رأى؟ رأيت أنا. إذا التاء هي الفاعل التي قمت بإعرابها سابقا في الحلقات السابقة. فعل وفاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب رأيت أنا ماذا؟ رأيت جنديا. إذا جنديا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظهر على آخره، وخلف المدفع شبه الجملة الظرفية في محل نصب نعت. فهمتم؟ طيب هذه هي الأمثلة. نكمل الآن تدريبات. مثلا هذه سيارة محركها سريع، ما نوع النعت هنا؟ أي أولا نستخرج النعت ثم نستخرج نوعه. أولا أين النعت؟ حاول الآن يعني تجيبوا على الأسئلة بأنفسكم قبل أن أجيب عليها. أولا إذا جينا للنعت، نعت هو محركها سريع. كيف؟ هذه سيارة، ما صفة السيارة؟ محركها سريع. إذا النعت محركها سريع. طيب ما نوعه؟ هل هو مفرد؟ كلمة واحدة؟ لا، إذا ابتعدوا عن المفرد. نأتي الآن، هل هو جملة من النوعين أو شبه جملة؟ طبعا لم تبدأ عند يعني كتسهيل، مثلا لم تبدأ بحرف جر، إذا ليست شبه جملة، جار ومجرور، خطأ. طيب لم تبدأ بظرف، إذا ليست شبه جملة ظرفية. لم تبدأ بفعل، إذا ليست جملة فعلية. بدأت باسم، إذا جملة اسمية. كذا قوم بتدوين ملاحظات التركيز تدريجيا للإجابة على سؤال، أي سؤال يجب أن تجيبوا عليه تدريجيا خلال خطوات. إذا نوعه جملة اسمية. طيب الجملة الثانية، هبطت في المطار طائرة تحمل أدوية. أولا أين النعت ثم ما نوعه؟ هبطت في المطار طائرة تحمل أدوية، ما صفة الطائرة؟ تحمل أدوية. وركزوا أن المنعوت نكرة، ركزوا المنعوت نكرة. إذا تحمل أدوية، نأتي لتحمل أدوية نفس الطريقة. هل بدأت بحرف جر؟ هل بدأت بظرف؟ هل بدأت بفعل؟ أو هل بدأت باسم؟ أو هي أصلا كلمة واحدة يعني على أساس أنها ستكون مفرد؟ قوموا بتقسيم كذا الإجابة. طيب إذا جينا هنا، طبعا هي بدأت النعت تحمل أدوية، طبعا بدأت بفعل لذلك نوعه جملة فعلية. طيب نأتي للمثال الثالث، سررت بزيارة الأصدقاء الأعزاء. أين الصفة؟ إذا استخرجنا النعت هنا، النعت هو الأعزاء، لأن ما صفة الأصدقاء؟ الأعزاء. طيب ما نوع الأعزاء هنا؟ هل هو جملة بدأت بفعل؟ بدأت أصلا هل هو جملة وشبه جملة؟ يعني هل هو عدة كلمات؟ لا، هو كلمة واحدة. هذا القصد. شوفوا هنا كلمتين، هنا كلمتين، لكن هنا الأعزاء كلمة واحدة، لذلك هنا نوع النعت مفرد. طيب رأيت طائرا بين الأشجار، أين النعت وما نوعه؟ النعت هنا صفة الطائر، أنا رأيت طائرا. طيب كيف كانت صفة هذا الطائر؟ أنه بين الأشجار. طيب هذا بين الأشجار هي الصفة. إذن الآن ما نوع بين الأشجار؟ هل بين حرف جر؟ لا أستاذة، ليست حرف جر. إذن ليست حرف جر، حرف جر لا. طيب هل بدأت بفعل؟ لا. هل بدأت باسم؟ لا. الأهم أنه ليست كلمة واحدة، فنستبعد كلمة مفرد، أنه سيكون مفرد، لكنه جاء قبله ظرف. إذن هي شبه جملة ظرفية، بين الأشجار، خلف، أمام، قلت لكم كذا تقومون بالتفريق. نأتي الآن للجزئية تقريبا الأخيرة، تحويل النعت بين أنواعه الثلاث. مثلا في الاختبارات، وستلاحظون ذلك من خلال الأسئلة، يأتيكم بجملة يقول لكم سؤال صياغة الاختبارات، حولي النعت المفرد إلى نعت جملة، أو حول النعت الجملة إلى نعت مفرد. طبعا تقومون بالتحويل مع التركيز على نقاط بسيطة. بدأت عملا نافعا، ما نوع النعت؟ أنا وضحت لكم النعت نافعا. ما نوع النعت؟ نعت مفرد. طيب أريد منكم تحويله إلى نعت جملة فعلية، هيا أجيبوا بسرعة.
ممتازة يا ريتاج. إذن عندما نحوله إلى نعت جملة فعلية نضع نافعا وكأنه فعل، فنقول بدأت عملا ينفع. لاحظتوا الفرق؟ بدأت عملا نافعا هي مفردة اسم، حطيناها فعل حتى نحول الجملة من مفرد إلى جملة فعلية. طيب نكمل. نظرت إلى سفينة تغرق، هاي الأمثلة التي قلت لكم سابقا قمنا بتوضيحها وشرحها، نعت جملة فعلية، تغرق نعت جملة فعلية. طيب نريد تحويلها إلى، أيوة، إلى نعت مفرد. كيف نحولها إلى نعت مفرد؟ نعت مفرد تحطوها يعني كلمة واحدة، ليست جملة وليست شبه جملة، كلمة واحدة. فكيف ستكون الجملة؟ نظرت إلى سفينة، ممتازة يا شهاد، ممتازة، نظرت إلى سفينة غارقة. ولماذا هنا الجر؟ لأن ما قبلها مجرور. إذا نظرت إلى سفينة غارقة، حولنا النعت الجملة الفعلية إلى نعت مفرد. مركزين معي؟ طيب نكمل، يوجد أمثلة أخرى. هذه سيارة محركها سريع، قلنا سابقا ما نوع محركها سريع؟ نعم، نعت جملة اسمية. إذا نعت جملة اسمية. طيب نحوله إلى نعت، أيوة، نحوله إلى نعت مفرد. كيف نحوله إلى نعت مفرد؟ نحوله إلى نعت مفرد فنجعل سريع بالبداية. شوفوا، هذه سيارة سريع محركها، سريع محركها. طبعا هو ممكن أن تقولوا هذه سيارة سريعة ونكتفي، سريعة. لكن هنا هم أرادوا تخصيص السرعة ليس للسيارة بأكملها، تخصيص السرعة لمحرك. ألا يذكركم هذا الموضوع بدرس أخذناه سابقا وهو النعت الحقيقي والنعت السببي؟ نعم، ركزوا على الفرق. محركها سريع جملة اسمية. طيب هذه سيارة سريع محركها نعت مفرد، لكن من حيث المعنى هو نعت سببي. طيب شوف الحين التشابه بين جملتين، بعطيكم حاجة بسيطة تفرقوا فيها بين نعت الجملة الاسمية والنعت السببي. ركزوا هني، نعت الجملة الاسمية أين يوجد الضمير؟ هو أستاذ الضمير. طيب إذا موجود الضمير في الكلمة الأولى، طيب محركها سريع، لكن هنا أين يوجد الضمير؟ موجود في الجملة الثانية. إذا كان الضمير في الجملة الأولى، في الكلمة الأولى قصدي، في الكلمة الأولى محركها سريع، فهذا بيكون جملة اسمية. لكن إذا كان في الكلمة الثانية فبيكون ماذا؟ سيكون هناك نعت مفرد. طبعا هو نعت سببي نعت مفرد، وقلت لكم النعت السببي زائد النعت الحقيقي كلاهما أصلا سيكون نعت مفرد. واضح؟ إذن النعت السببي ونعت حقيقي نعت مفرد. طيب نأتي الآن لإكمال الدرس. سررت بزيارة الأصدقاء الأعزاء، نعت مفرد نحوله إلى نعت جملة فعلية. سنقول سررت بزيارة الأصدقاء يعزون علينا، حولنا من أعزاء اسم مفرد إلى يعزون جملة فعلية. طيب نأتي لأسئلة من اختبارات النهائية. طبعا هذه الأسئلة وردت في الاختبارات النهائية مثل ما هي، أنا أحضرتها لكم، كتبتها لكم. تحققت في عمان نهضة عمرانية، ما نوع النعت في الجملة السابقة؟ كذا كان السؤال، طبعا اختياري. أولا في مثل هذا السؤال نوع النعت، أول حاجة يجب أن تركزوا عليها استخراج النعت، استخراج النعت بطريقة صحيحة. فهنا تحققت في عمان، طبعا هنا فعل ما يصير تكون صفة، في حرف، لا، في عمان هنا ليست صفة. نهضة، هل يمكن أن نصف أن يعني نقول نهضة صفة لعمان؟ لا، نقول عمرانية صفة لنهضة. نعم، إذن هنا النعت عمرانية. ما نوع النعت؟ هل هو كلمة واحدة أو جملة أو شبه جملة؟ كلمة واحدة، إذن نوعه نعت مفرد. المثال الثاني، النعت في جملة جاء رجل يمشي بتواضع إلى المسجد. إذن جاء رجل يمشي بتواضع إلى المسجد، ما نوع النعت؟ أولا استخراج النعت، جاء رجل، طيب ما صفة هذا الرجل؟ ما صفته هذا الرجل؟ صفته أنه يمشي بتواضع إلى المسجد، هذه كلها بتعتبر صفة نعت. ما نوعه؟ نرى بداية الجملة، بدأ بفعل، إذن جملة فعلية. معي؟ إذن هنا نوعه جملة فعلية. نكمل،
قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. جاء النعت في الآية القرآنية السابقة. أولا، أين النعت؟ سارعوا إلى مغفرة، هل مغفرة صفة؟ لا، من ربكم. أيوة، إذن هنا النعت هو من ربكم لأنه صفة لمغفرة. إذن ما صفة المغفرة؟ أنها من ربكم. إذن هذا النعت. طيب ما نوع النعت؟ ركزوا هنا، هنا كلمة واحدة قلنا مفرد، هنا بدأ بفعل قلنا جملة فعلية، هنا نعم ممتازين. إذن هنا شبه جملة جار ومجرور، نكمل الإجابة، جملة شبه جملة جار ومجرور، هذه الإجابة كاملة شبه جملة جار ومجرور. نكمل أسئلة الاختبارات. حول النعت الجملة إلى نعت مفرد. رأيت شهابا يهوي، نعت جملة، إذن هذا ها كامل، يهوي من السماء هي الجملة. كيف نحوله؟ نجعله كلمة واحدة، نحوله رأيت شهابا. ركزوا، بداية الجملة لم يحدث تغيير، رأيت شهابا هاويا من السماء، هاويا بتكون نعت لشهابا منصوب، ومن حرف جر والسماء اسم مجرور. فهمتوا طريقة التحويل؟ سهلة جدا. حول النعت مفرد، ركزوا منه شديد الحر إلى نعت جملة، مضى يوم شديد الحر، حطوها جملة اسمية. إذا حطيناها جملة اسمية أو جملة فعلية يجب وجود ضمير، ويجب أن يكون منعوت نكرة، ركزوا على الشرطين. نحوله مضى يوم حر وشديد، طبعا بيكون جملة اسمية نوعه، أو جملة فعلية مثل مضى يوم اشتد حره، إذن هنا جملة فعلية. إذن حولنا نعت المفرد إلى نعت جملة اسمية ونعت جملة فعلية، طبعا حسب المستطاع، إن كانت جملة يمكن تحويلها إلى جملة فعلية أو اسمية. طيب، تنزهت في القرية فشاهدت طيورا تغرد. حول النعت الجملة إلى نعت مفرد. تغرد هو نعت جملة فعلية. طيب، نحوله إلى مفرد، عاد هاي سهلة جدا. تنزهت في القرية فشاهدت طيورا مغردة، إذن شاهدت طيورا مغردة. هذا الآن سنأتي للمسابقة الختامية، موقع كاهوت، وأتمنى أن استفدتم من الدرس. طبعا سيظهر استفادتكم من الدرس من خلال الإجابة على المسابقة. ادخلوا إلى المسابقة بالرمز 1468594، 1468594، 1468594. ابدأوا بالدخول للإجابة على الأسئلة، وحاولوا قدر المستطاع الإجابة بطريقة صحيحة. اختيار الإجابة الصحيحة لنوع النعت أو لتحويل النعت مفرد إلى جملة أو جملة إلى مفرد. ابدأوا بالدخول أعزائي الطلبة، موقع كاهوت، أيوة دخلت شيخة، موقع كاهوت الرمز 1468594. اكتبوا أسماءكم الحقيقية، الاسم مع القبيلة يفضل، على أساس لما تقومون يعني لما تفوزون مثلا نذكر اسمكم كتشريف لكم على الفوز والاجتهاد. نعم، بدأوا بالدخول، أسرعوا. 1468594 موقع كاهوت، سواء كان بالتطبيق أو من خلال الموقع في الإنترنت، تكتبون موقع كاهوت أو حتى ما لازم تكتبون كاهوت تطلع لكم، تضغطوا عليه، تكتبون الرمز 1468594. طبعا تعودتم الآن على دخول مثل هذه المسابقات. إذن حتى يكتمل العدد، قلنا لكم النعت نوعان من حيث المعنى، من حيث المعنى نعت حقيقي ونعت سببي، ومن حيث اللفظ ثلاث أنواع، وهو المفرد والجملة وشبه الجملة. نعت مفرد ونعت جملة اسمية وجملة فعلية، ونعت شبه جملة جار ومجرور، شبه جملة ظرفية. هذه هي أنواع النعت. والنعت الحقيقي والنعت السببي يكون نوعهم نعت مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. يبدأون الآن بالدخول، سنعطيكم بعض الوقت حتى يدخل أكبر عدد ممكن من الطلبة. وعند تحويل النعت ركزوا على نوع النعت، هل هو نكرة أم معرفة؟ لأن في الجملة وشبه الجملة يجب أن يكون المنعوت نكرة، يعني ليس به ألف ولام، لا يكون معرفة، يكون نكرة أولا. ثانيا يتصل به ضمير الجملة، قصدي فقط نعت الجملة الإسمية ونعت الجملة الفعلية يكون بهم ضمير يعود على المنعوت قبله. هيا أيها المبدعون،
سنبدأ الآن. ركزوا على الألوان أو على الأشكال. جملة: تحدثت مع رجل ثيابه ممزقة، ما نوع النعت؟ تحدثت مع رجل ثيابه ممزقة. طبعا انظروا إلى السؤال من خلال شاشة التلفزيون لأن لا يظهر لكم السؤال. تحدثت مع رجل ثيابه ممزقة. طيب، جملة اسمية مفرد، جملة فعلية شبه جملة، جملة اسمية. ممتاز مون، إجابة صحيحة. زوان الأول. طيب نكمل. هذا بيت تحت الأرض، ما نوع النعت؟ هذا بيت تحت الأرض، جملة فعلية تحت الأرض أو جملة اسمية أو شبه جملة جار ومجرور أو شبه جملة ظرفية أو شبه جملة ظرفية. بسرعة أجيبه لأن الوقت قليل. الإجابة شبه جملة ظرفية. ممتازون، إجابة صحيحة الأغلب، بس حاولوا التركيز، شوفوا على الشاشة على أساس أنه يظهر أو اسمعوا له لما أنا أتكلم. طيب نكمل. قابلت تلميذا يحمل كتبه. جملة يحمل كتبه نعت جملة، عند تحويله لنعت مفرد يحمل كتبه نحوله إلى نعت مفرد، كيف يكون؟ قابلت تلميذا يحمل كتبه أو حاملا كتبه أو وهو يحمل كتبه أو في حمل كتبه. أين إجابة صحيحة؟ نعت مفرد، نعت مفرد نحوله إلى نعت مفرد. 29. ممتازون، إجابة صحيحة الأغلب، أحسنتم. اتش هو الآن المركز الأول. نكمل. أتى القطار مسرعا. النعت عند تحويله نعت جملة يكون طبعا مسرعا نحوله إلى نعت جملة، سيكون أتى القطار في سرعة أو أتى القطار مسرعا، أتى القطار يسرع أو أتى القطار وهو مسرع. أين الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة أتى القطار يسرع. طيب نكمل السؤال الأخير تقريبا. استمعت إلى معلم البارحة شرحه رائع. أين النعت في الجملة السابقة؟ شرحه رائع أو شرحه أو رائع أو معلم؟ أين النعت؟ أين النعت في الجملة السابقة؟ شرحه رائع أو شرحه أو رائع أو معلم؟ ممتازون، إذا الإجابة الصحيحة هي شرحه رائع. نأتي الآن لمعرفة من فاز لدينا. في المركز الثالث حنين الصبحية، ممتازة. في المركز الثاني صبا. في المركز الأول الزهراء، ممتازة يا زهراء، بارك الله فيك أيتها المتميزة. والرابع سلاف، والخامس لم نركز عليه. إذن درسنا اليوم قلت لكم بأنه إذا جئنا لي لحظات، إذن النعت من حيث المعنى كمراجعة نهائية، والنعت من حيث اللفظ. النعت من حيث المعنى لدينا نعت حقيقي ونعت سببي، والنعت من حيث اللفظ لدينا نعت مفرد، نعت جملة وقد يكون اسمية أو فعلية، ولدينا نعت شبه جملة، ونعت شبه جملة قد يكون لدينا جار ومجرور أو ظرفية. فهمتم؟ إذن هذا كملخص نهائي للدرس، النعت من حيث المعنى. طبعا النعت دائما سواء في النعت من حيث المعنى أو النعت من حيث اللفظ يعتمد إعرابه على ما سبقه، فإذا كان مرفوع سيكون مرفوع، إذا كان منصوب سيكون منصوب، وإذا كان مجرورا سيكون مجرورا. دائما النعت يعرب حسب ما قبله. طيب، وإذا جئنا لأمثلة، مثلا هذه فتاة جميلة،
هذه فتاة جميلة، هذا نعت حقيقي، لأنه هو هنا النعت للفتاة بأكملها. نأتي نعت سببي، هذه فتاة جميل وجهها. إذن جميل وجهها هو النعت سببي. نعت سببي يعني جميل هو منعوت لما بعده ولكن يرتبط بما قبله. لكن نعت مثلا مفرد، طبعا عادي نفس الجمل بتكون هذه فتاة جميلة، بيكون نعت مفرد. نعت جملة اسمية بيكون مضى يوم حره شديد، فيكون نعت جملة اسمية. نعت جملة فعلية، بدأت عملا ينفع، هذا النعت جملة فعلية. نعت جار ومجرور، سكنت بيتا في حديقة، هذا النعت شبه الجملة الجار والمجرور. الجملة الظرفية، إذا قلنا الجملة الظرفية رأيت عصفورا فوق الشجرة، هنا هذا النعت شبه جملة ظرفية. إذا النعت من حيث المعنى نعت حقيقي ونعت سببي. وركزوا على نقطة أن النعت المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، يعني لا جملة ولا شبه جملة، يعني بالمعنى أنه كلمة واحدة. هذا ملخص للدرس، كلمة واحدة. أما النعت الجملة، نعت جملة ونعت شبه جملة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أنكم استفدتم من